سلمى، فقرتنا الأخيرة لليوم رح نتعرف من خلالها على تفاصيل وخفايا مكان كلنا بنعرفه. يمكن بكل زيارة إلى مدينة دمشق القديمة بيكون لنا وقفة عنده. عم نحكي عن الجامع الأموي الذي يشكل شاهد حي على عظمة الحضارة السورية وإبداع مهندسية وفنانينا. معلومات إضافية رح نتعرف عليها اليوم عن الجامع الأموي مع الأستاذ عبد الرزاق الحمصي، خبير إدارة المواقع الأثرية. صباح الخير لكم. صباح الخير سوريا. صباح الخير لك استاذ عبد الرزاق. يعني مكان هو غني عن التعريف، ولكن معك اليوم يمكن رح نتعرف على شويه تفاصيل. نحاول نضيف تماما شوي. خلينا بالبدايه نحكي عن هذا الجامع وقصته. هلا كل شيء بيزور سوريا او دمشق حصرا بيزور مكانين. كنيسه حنانيا يلي انطلقت منها رساله المحبه، رساله المسيح، والجامع الأمي اللي انطلقت منه رسالة السلام. أما عن تاريخ هالجامع بيتلخص تقريبا بخمس مراحل. هذا المكان كان دائما مكان للعبادة. بالألف الأول قبل الميلاد كان معبد آرامي، معبد سوري، إله حدد، إله الخصوبة والمياه والمطر. بالقرن الثاني الميلادي تحول لمعبد اسمه جوبيتير الدمشقي، وكان معبد ضخم جدا، يعني ثلاث أضعاف مساحة الجامع حاليا. كان معبد ومحاط بالأسواق وقف للمعبد. يعني سوق الحميدية، برد بكرر أي لا قبل هلأ، سوق الحميدية، الأسواق هي اللي سمي الحميدية لاحقا، هالأسواق المحيطة كانت بالجامع الأموي كانت أسواق من تقريبا 2000 سنة ووقف للمعبد جوبيتير. بنهاية القرن الرابع الميلادي جزء من هذا المعبد الضخم تحول لكنيسة يوحنا المعمدان أو النبي يحيى، لأنه رأسه موجود مدفون ضمن الجامع أو ضمن الكنيسة، كانت عبارة عن بازيليكا. بال 636 تقريبا جزء كمان من المعبد تحول لجامع، كان جامع وكنيسة من عند 636 ل 705. 705 المكان بالكامل تحول لجامع، وأكبر جامع كان بالعالم بهذاك الوقت اسمه جامع بني أمية. الجامع المرحلة الأهم والأخيرة اللي كتير أنا بركز عليها، بقرن 12 الجامع تحول لجامعة. هذا أهم شيء بحدث بتاريخ الجامع. 22 مدرسة بمعنى كلية للطب والفلك والهندسة، وكان يجوا من كل أنحاء العالم خاصة من أوروبا يدرسوا خاصة الطب والفلك والهندسة. هلا بتشوفوا المدرسة الظاهرية والعادلية والجقمقية، حتى بميرستان النوري هو كان تابع للجامعة. والأطباء اللي كانوا يدرسوا ويعالجوا فيه كان يعملوا حلقات بحث علمي ضمن الجامع. بالإضافة للجامع له دور سياسي وله دور إعلاني، إعلام. ما كان في تلفزيون اكيد. هلا بنحكي اذا في معنا شو الدور الاعلامي اللي كان مهم جدا، وكان له دور سياسي كبير. يمكن كمان لاحظنا التطور العمراني وفن الزخرفه من خلال الجامع الاموي مع تتالي العصور. خلينا نحكي عن هاي الفن. طبعا هو تحفه معماريه رائعه جدا، يعني حتى في مهندسين معماريين بيزوروه كثير، في اعجاز بالعماره تبعه. عباره عن فسحه سماويه لصحن الجامع، محاطة بسلاسة أروقة وقاعة الصلاة باتجاه الجنوب. ثلاث مآذن، مآذن رائعة جدا وأشكالها مختلفة. هلا في مأذنة تقريبا أصلية هي مأذنة العروس، وفي مأذنة أعيد بنائها بقرن 17 هي مأذنة عيسى. مأذنة قطيباي أعيد بنائها بقرن 14، بس مأذنة العروس هي الأصلية. بيقولوا لها العروس كانت مطلية بالكلس أبيض مزينة بأناديل وفوانيس مثل العروس. الفن المعماري كمان والزخرفي اللي موجود فيه أجمل ما فيه هي لشكل الموزيك. هلأ صفيان لوحة كاملة تقريبا، بس ندخل على الجامع على اليسار في لوحة بتمجد دمشق أو بردا ودمشق، لوحة من الموزيك الرائع جدا، الأنهار والقصور. على فكرة اللي بنوا الجامع هن دمشقيون، بس بالتعاون وقت كانت دمشق عاصمة العالم بالقرن السابع والثامن ميلادي، كانت عاصمة العالم، اجوا حرفيين ومهنيين
ساعدوا بتزيين الجامع. حتى بلوحة الموزيك بنشوف بعض البيوت شكل السقف نمط صيني، وحتى في أشجار مو موجودة كانت بدمشق. لذلك كانت دمشق على تواصل حضاري وتجاري مع العالم، لذلك الصبغة السورية هي للجامع، بس فيها لمحات من كل العالم لأنه فنانين من كل العالم اجوا بنوا فيها. بالمنتصف في قبة بيقولوا لها قبة بيت المال، هي ما كانت للمال، هي كانت لتخزين وثائق الدولة، وهي ما بتعود للعصر الأموي، هي أضيفت بالعصر العباسي. بالإضافة ضمن الجامع في مثل ما قلت النبي يحيى يوحنا المعمدان، وفي رأس سيدنا الحسين حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه. أستاذ عبد الرزاق، حضرتك حكيت عن أنه الجامع الأموي اكتسب صفة إضافية باعتباره موجود بدمشق اللي هي كانت عاصمة العالم، واليوم ما زالت دمشق هي عاصمة الثقافة بالعالم العربي بشكل عام وبالعالم أيضا، وهي على قائمة التراث العالمي. هي المدينة أقدم مدينة مأهولة. خلينا نحكي عن الأدوار اللي لعب هذا البناء التاريخي الحضار. بالإضافة دور السياسي، صحن الجامع مساحته تقريبا 6000 متر مربع، بيسع بين 20 ل 30 ألف كان يحتاج ساحة عامة. صار أي خبر، أي صار مشكلة كانوا يتوجهوا للجامع ليعرفوا شو صاير. وبعدين كان زير في حشود ضد الاستعمار العثماني والفرنسي. الأدوار السياسية حتى بزنة العروس من الداخل في شرفة منخفضة بتطل على الصحن، هاي الشرفة كان يلقوا خطب سياسية فيها الزعماء. من كمان ما ننسى قصة فارس خوري وطلع على المنبر، كانوا الفرنسيين عم يبرروا الاحتلال بحماية المسيحيين، طلع وخطب بمنبر الجامع، وبعد منها قاد مظاهرة مسيحيين ومسلمين طلعوا سوا ضد الاحتلال الفرنسي، ودرءا للفتنة الطائفية اللي كانت عم تسعى إلى. هي من الأحداث المهمة. وفي حدث هي بداية الجامع، كان في حدث كتير مهم. بناء الجامع بدأ ب 705 خلص ب 715. هي السنة كمان كانت دمشق وصلت لإسبانيا والصين. بقى كانت دمشق عم تزهو بانتصارات وصولها لإسبانيا وللصين، وكانت تزهو ببناء التحفة المعمارية. الوليد بن عبد الملك استقبل طارق بن زياد وموسى بن النصير بالجامع وسلموا مفاتيح الأندلس ووثائق فتح الأندلس. يعني كانت هالمرحلة 715 تزهو بانتصارات وتزهو ولا شك. هلا نحن بنقول دمشق حملت رسالة حضارية للعالم، ولحد الآن بيحتفلوا بإسبانيا إنه جابوا حضارة. بتدخل اللي بيزور إسبانيا بيشوف العمارة الإسبانية وبيشوف الجامع، نمط الجامع الأموي موجود بإسبانيا. حتى بيوت الدمشقية خاصة الأبلق هذا موجود كتير بإسبانيا. أحداث تاريخية كتير كتير عظيمة، يمكن أحداث تاريخية جدا قديمة وكتيرة. بس خلينا نحكي بالختام قديش فعلا فينا نستطيع أن نستثمر الجامع الأموي في السياحة، لأنه معلم تاريخي جدا مهم مو فقط في سوريا، في العالم العربي. نستثمر بالسياحة هو رسالة. دمشق أنا بقول له للسياح قلب العالم. دمشق قلب العالم، والأموي قلب دمشق. طلعت مع إعلاميين مرة على مأذنة عيسى، تصوري ارتفاعها تقريبا 60 متر، يعني بناية من 20 طابق يعني، وتوصلنا لفوق. وكنت أقول للسياح قلب العالم، هذا الصحفي كنت عم أقول له قلب العالم، قال لي هلأ أنا أدركت أنه قلب العالم. وكنت ضيف أنا من الرسالة أنه سلامة دمشق من سلامة العالم، لأنه دمشق قلب العالم، مو بس قلب العرب، هي قلب العالم. وفعلا وقت شفت المنظر من فوق حتى الانحناء تبع الارض واضح، منظر رهيب جدا رائع، وبتحسي انك انت موجوده. بنحس اذا صاركم فرصه تطلعوا لاعلى مأذنة هي مأذنة عيسى، بتشوفوا بتملكوا العالم من خلال الجامع. التوظيف السياحي لا شك، هلا الجامع هو الاداره تبعه هي اداره دينيه. بالعاده وقت يكون في معلم اثري ديني مفروض يكون في هيئه
بالتوظيف هيئة إدارة عامة، وبعدين في إدارة دينية للشعائر الدينية، وإدارة فنية للصيانة وللترميم، وإدارة سياحية للتوظيف السياحي. لا شك بده توظيف للمكان لازم يتوظف سياحيا، يعني مثلا ما في شروحات، والشروحات لازم نحطها مو لوحة بلاستيك، نحط لوحة خشبية أو حجرية للشروحات حتى خط سير الجولة، نستثمروا سياحة دينية كمان، ووجود يكون وجود أدلاء محليين ضمن الجامع محترفين وبعدة لغات. طبعا نحن بنستثمره، هو مثل ما قلت أنا رسالة، هذا الجامع حمل رسالة علمية ورسالة سلام، بالإضافة للرسالة إبراز، أنا نسيت لكم بالإذن منك أنه الرسالة الإعلامية، مأذنة العروس وقت كان يصير أي حدث يعلموا الناس من خلال مأذنة العروس، لأنه كانت أعلى مكان قبل بناء دمشق القديم، كانت أعلى بناء أعلى قمة، أي حدث يتوجه هي وظيفة الإعلامية قبل ما يكون في تلفزيون وفي إذاعة وفي، لذلك كانت هي وسيلة إعلامية، حتى أي حدث كان يتوجه فورا للجامع، وكانت الوسيلة الإعلامية تقريبا الوحيدة بالنسبة لأهل دمشق هي الجامع الأموي ومأذنة العروس للتخبير على الأحداث المهمة. في دائر المحل كان من طول عمره الجامع الأموي محلات، مو بس معبد جوبتر، وقف دائر الجامع الأموي هالمحلات. هلأ في عضايد بالجهة الجنوبية، عضايد فراغات بين العضايد لازم نستثمرها بس بمحلات تراثية مو شاي قهوة. في شغلة كتير مهمة إذا في معي وقت، في كتابات بالجدار الجنوبي ناحية الأبابية بتمجد المسيح، بتقول هي باليوناني بس بتعود لعهد وقت كانت كنيسة، باعتبار هو كان جزء منه أساسا في بنائه هو كنيسة، بس هي كتابة مهمة يونانية. لهيك نحن اليوم يعني حكينا ولو جزء بسيط، بدنا نعتذر من حضرتك، نعتذر من مشاهدينا، مرينا مرور سريع على الجامع الأموي، ولكن هو تحفة معمارية نحتفي بها أكيد. شكرا لك أستاذ عبد الرزاق، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم، سوريا باقية منتصرة، والجامع الأموي باقي برسالة السلام. أكيد نتشكرك الأستاذ عبد الرزاق الحمصي، خبير في إدارة المواقع الأثرية، شكرا لوجودك معنا اليوم. شكرا لكم. محطاتنا